يا ترى كيف كانت الناس بأوائل القرن الماضي وقبل اختراع التلفزيون تمضي أوقاتها ولياليها؟ كانوا يسهروا مع هدول اتنين، عواز الراكز الواعظ وكركوز المهرج، ومغامراتهم وأحلامهم ويومياتهم. سقى الله تلك الأيام. تعالوا لنرجع سوا ورجعكم لهذيك الأيام الحلوة. أهلين سهلين، نحن تلفزيون الناس، والناس عندما يكونون على التلفزيون دائما أخبرنا. نحن كراكوز وعواز كانت تحكي الأخبار والحكايات، ولهلأ وكل يوم عم نحكي حكاية الناس ونروي قصصهم مع الفكاهة والمزحة. ايه والله ما في أروع من دمك انت يا عواز، بس تكون رايق وحبيب هالعالم. ايه انا على طول حبيب هالعالم، بس انت كمان خفف لي فصولك الناصة. لك ليش عم تحكي علي قدام العالم؟ قال لك الاستاذ عم يصور، ما بيصير تحكي علي هيك. انا هيك جرحت وانكسر خاطري، ما بيصير أمانة بصير هيك. ردوا علي، بصير عواز حاكيني بهالطريقة؟ لا والله. يعني هلا أول مرة بحكي أنا وياك يعني تتضايق؟ ما بصير يا كراكوز. طيب يا أخي سامحني، أنا يعني أنا بعتذر. هيك اعتذر، لأنه أنا ما بيهون علي زعلك، وأنت لازم ما يهونك علي زعلي. ما بيكفي أنا وياك رغم إنه قاعدين بالشام حاسين حالنا عايشين بالقربة. لك لا، شو قربة ما قربة؟ ايه والله قربة وقربة كمان. قاعد وعمول وين العالم وين الناس؟ لازم يكونوا اصلا نحن بس نطلع على المسرح يكون في 2000-3000 بني ادم. لك روي لك هكراكوز، شو 2000-3000 بني ادم؟ شايف الناس صادية يعني؟ كرمال عيونها لازم يفضوا. وينكن يا عالم؟ تعوا تجمعوا وتعوا تحكيكن قصة قصص كتير.